أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. تجمع عادي من زمان، دينا على ذاك الاحتفال بقينا تنحتفلوا بها، تنديروا حليوات على قد الحال، ومهم تنفرحوا مع العائلة. هادشي لك إيه، تنطلق بالحباب، تنطلق وتنحتفل بالميلادية والهجرية، ماشي غير بالميلاديه. انا ما تحتفلش براس السنه، لحقاش اصلا ماشي عيد ديالنا، ماشي فهمتيني، ما عمرني احتفلت به وما عمرني غنحتفل به، ومن لحقاش ماشي ديالنا هادشي اللي كاين، حنا مسلمين وداكشي. اون سيليب ديجا بونسوار، بون فيت دو فان داني ا تو الموند. سي ترانكيل ان توكا دو نوت كوتي، سا سباس بيان او ماروك. سي فري كون اي لوين دو لا فامي، مي c'est tranquille, chacun célèbre, hein. Chacun célèbre, on est en communauté, on célèbre bien avec tout le monde, on a des potes, tout se passe bien en tout cas. Alors pour le nouvel an, on achète 5 livres de valeur, de beaux livres. C'est des livres qui sont assez de grande taille, qui sont très bien faits, qui représentent la ville ou quelque chose qu'on aime, et on l'offre à ses proches. C'est-à-dire les gens qu'on aime. غتحط الشراب شي حاجه لا تهلك راسك، حنا اختي ضد داكشي، حنا ضد الهلاك. دابا انا براس السنه، راس السنه ديال اليهود ديال النصارى، انا عندنا العيد ديالنا، مورا عيد السنه عندنا العيد ديالنا، وهذاك الشيء ديال النصارى وديال اليهود. اما ديما حنا كل عام 2018 2019 عادي عندنا داكشي حنا. راس العام بصفه عامه كاينه واحد الفكره مغلوطه، ان راس العام ماشي هو ميلاد المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام تزاد يعني في الشهر فيه التمر، هز عليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جانية، يعني تزاد في أكتوبر. هذا رأس العام هو أصله من عباد الشمس، كانوا تعبدوا الشمس، وهما اخترعوا لنا هذه الفكرة، لأن الشمس في هذا الوقت تبدا تهون، يعني تيقولوا بحال تتزاد. هذه من جهة، ومن جهة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم تأمرنا أننا يعني ما نعيدوش مع المشركين نهائيا. احتفال رأس العام هي احتفال ديال الناس اوروبا، مدن الانسان الدولة الاسلامية تحتفل بالهجرية، الهجرية ما تنحتفلوش بها، حنا اصلا حنا مسلمين، ما خصناش نحتفلوا بالرأس ديال السنة ديال الناس ديال اوروبا وداكشي. انا ما كنحتفلش به، كنحتفل بالسنة الهجرية بحكم انا مسلم. رأس السنة بالنسبة للمسيحيين كيحتفلوا بهذا رأس السنة، ماشي في المحل ديالها، لأن الدين ديالنا كيقول لك عيسى أنه زاد في الصيف عليه السلام، وما كيحتفلوا به الشتاء، يعني حتى دوك التواريخ اللي عندهم هما غالطين. كيحتفلوا به عادي أختي، كيحتفلوا مع مولين الدار، كنضحكوا كننشطوا، كنخرجوا حنا والعشران كنضحكوا مزيان، كنعاودوا نرجعوا للدار عاوتاني بخير، كننعسوا في الصباح بحال ما كاين والو عادي.